نروح بقى الاهلي 2007. اهلي 2007 بيتعادل سلبيا مع البنك الاهلي في بطوله الجمهوريه في ملاعب الناشئين في مدينه نصر زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. وبكره ان شاء الله النادي الاهلي هيلاعب الزمالك في 100 عقبه مواليد 2007. بنتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق. نروح نشوف مع بعض ملخص مباراه الاهلي والبنك الاهلي مواليد 2007. زي ما احنا شفنا قدام حضراتكم ده الملخص اللي انتهى بالتعادل السلبي 2007 النادي الاهلي مع البنك الاهلي. لكن بكره ان شاء الله في مباراه كبيره الاهلي ونادي الزمالك المواليد 2007، هتكون المباراه في 100 عقبه. كل التوفيق ان شاء الله لمواليد 2007 بالنادي الاهلي.